بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد بيجمعنا في مقرر قضايا مجتمعية معاصرة. إن شاء الله النهاردة معانا هنعرض المحاضرة الخامسة من المقرر. موضوعنا النهاردة بنتكلم فيه هو موضوع بسيط، هنتكلم على الاختلافات والمعايير للموارد البشرية العالمية. في البداية كده هنقول مقدمة عن الموضوع، الحديث عن الاختلافات والمعايير في الموارد البشرية بالإضافة لأخلاقيات الأعمال بدأ يأخذ يعني مسارات عديدة بتتناسب مع ثقافة الشعوب وطبيعة حضارتها وهويتها والثقافة اللي بتتمتع بيها، سواء الهوية كانت سياسية أو حتى اقتصادية. فلا يقتصر أبدا وجود الأخلاق على مجتمع دون غيره، يعني مش هنقول للمجتمع الفلاني هو بس اللي بيتمتع أو بيحتاج لأخلاق ومجتمع آخر لا، إلا إنه في ظل تدني معايير الأخلاق المتعارف عليها أصبح البحث عن الأخلاق مطلبا رئيسيا للمجتمعات المتقدمة وأيضا النامية على حد سواء. هنتكلم في البداية على الأخلاق، مفهوم متعدد الجوانب والأشكال، فأصبح مصطلح أخلاقيات العمل، ويمكن بنسمعه في الفترة الأخيرة بشكل كبير، بتشكل جزء رئيسي من صناعة النمو في الشركات عقب ذلك القدر الهائل من الفضائح والتجاوزات اللي كنا بنسمع عنها واتساع دائرة الجرائم والفساد الإداري، خاصة جرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ اللي يعني أحيانا بتواجهها بعض الشركات على المستوى العالمي. وكمان حاجة المجتمعات لوجود معايير وأخلاقيات عمل أكثر رقيا. مفهوم أخلاقيات العمل ليه عدة معان متعددة أو ليه أكتر من مفهوم، ليس هناك تعريف واحد ومحدد ودقيق لأخلاقيات العمل، بل هناك اختلاط في مفهوم أخلاقيات العمل وأخلاقيات الإدارة، عادة بيخلطوا ما بينهم، وأيضا السلوك الأخلاقي. فأخلاقيات العمل بتعني، وهذا اللي بيهمنا، استخدام الأخلاقيات كاستراتيجية عمل لتحسين سمعة وأداء الشركة. مرة أخرى، أخلاقيات العمل بنقصد بيها هو استخدام الأخلاقيات كاستراتيجية عمل لتحسين سمعة وأداء الشركة، يعني الهدف الأساسي بتاعي إن أنا أوصل بالاستراتيجية بتاعتي إن أنا أحسن بيها سمعة وأداء الشركة. طيب يا ترى إيه هي أسباب الاهتمام بأخلاقيات العمل؟ وأيضا الجزئية دي مهمة بالنسبة لنا إن إحنا نكون عارفينها. أولا هو التحول في مفاهيم الكفاءة وأهداف الشركات، تعقد وتداخل المصالح في الشركات الحديثة، إرساء مبادئ الإدارة السليمة اللي بنسمع عنها حاليا بمصطلح الحوكمة، الاهتمام، وده مهم جدا هذا البند، الاهتمام بالتعليم والتدريب، أيضا الالتزام بروح القانون وأهمية البعد الاجتماعي، والبحث عن إنتاج ما هو مفيد للبشر وتحسين نوعية الحياة. لو جينا اتكلمنا بقى على العولمة وربطناها مع أخلاقيات العمل، ومصطلح العولمة احنا تعرضنا له في المحاضرات السابقة، وبنقول إن بتعد العولمة سببا آخر من أسباب الاهتمام بالأخلاقيات بعد ما تداخل يعني كل دول العالم مع بعض في ثقافتهم وهويتهم، وأصبح العالم زي ما قلنا قرية صغيرة، فبالتالي هذه الثقافات وهذه الهويات ممكن إن هي تبدأ تختفي مع وجود ثقافات و هويات أخرى في دول غربية بعيدة تماما عن هويتنا. فالعولمة أيضا بتعد سبب آخر من أسباب الاهتمام بالأخلاقيات، وهنا برزت منظمات غير حكومية من خلال شبكات الإنترنت بدأت ترصد المخالفات اللي بترتكبها الشركات. كمان العولمة أوضحت مشكلة اختلاف الثقافات بين مدير الأعمال، خاصة لو يبقى عندي شركة مالتي ناشونال وممكن يبقى مدير أو رئيس هذه الشركة يعني لا يمت بصلة خالص بالدولة وملوش أي علاقة بثقافة وهوية الدولة. ففي ظل هذا الانفتاح وظل انفتاح الأسواق وتغلغل بعض الشركات في أسواق مختلفة حول العالم، أصبح يعني بيتوجب علينا إن احنا نبدأ نضع أخلاقيات للعمل في كل مؤسسة. بتبذل كمان العديد من الشركات في الوقت الحاضر جهود كبيرة جدا لنقي بنفسها عن طغيان والبعد عن العولمة. التعارض ما بين الأخلاقيات والأداء. معظم المراجع والأدبيات الصادرة عن أخلاقيات العمل، ولو كتبتوا بس كده على أي محرك بحث أخلاقيات العمل هيظهر ليكم كتب ومراجع كتيرة جدا بتتحدث عن هذا المصطلح.
هذه المراجع أو الأدبيات لقت إن الأخلاق أمر هام ونافع للعمل في الأجل البعيد، يعني بيأثر على الشركة بشكل كبير جدا وعلى سمعة وأداء الشركة حتى لو على المدى البعيد، إن لم تكن هامة كمان ونافعة في المدى القريب. وغالبا ما يقال إن الأخلاقيات هي العنصر الأساسي اللي بيتوقف عليه نجاح وتطور المؤسسات على الأجل البعيد، وبعد كده ممكن يفقد العمل فعالياته بدون وجود درجة من الثقة والأمانة والصدق. كمان هتتزايد تكاليف المعاملات بالأخص التكاليف القانونية، وأيضا بتلعب الثقة دور هام وحيوي في العمل. هناخد هنا بس سؤالين، وهما دول السؤالين اللي هيغطوا بيهم محاضرة اليوم. المحاضرة النهاردة الموضوع بسيط جدا، وبنذكر حضراتكم مرة تانية إن إن شاء الله هذه المحاضرة بتكون أيضا من ضمن الموضوعات والمحاضرات اللي داخلة معانا في اختبار المنتصف. السؤال الأول بيقول: من أسباب الاهتمام بأخلاقيات العمل هو الالتزام بروح القانون وأهمية البعد الاجتماعي، ففعلا الإجابة والعبارة صحيحة. السؤال الثاني أو العبارة الثانية: أخلاقيات العمل بتعني استخدام الأخلاقيات كاستراتيجية عمل لتحسين سمعة وأداء الشركة، أيضا العبارة صحيحة. بكده نكون غطينا الموضوع الخامس من موضوعات مقرر قضايا مجتمعية معاصرة. لو في أي استفسار تحت أمر حضرتك، اتفضل.